ألا يا سالك الطرق المعارف حضر الغلب ليكون عارفي تطهر من أدرانك ظاهرة وخفية وسوغ النفس للمكاري والمجاسف تلقن الذكر من شيخ وفي ينير لك طريقا لتكون شايفي احفظ بده وراغب حركاته تشبع به وريح القوم كارفي تزوغ طريقا ولأركانه ابني ولشرفاته جميل وظارفي الجوع هو خيط سباها إذا جاءت النفس تتبع ولا تخالفي غم الليل بالسهر الصافي واجمع همتك له كله أو ناصفي عصمت وراغب لسانك واعتزل الأغيار والصالحين وافي لا تفعل شيئا إلا تحت إشارتي وإن أدارك منه كله طارفي عزتك معه لتكون أنت هو ليفيض عليك ما بداخله وتكون شايفي الجوع الجوع هو خيط سداها إذا جاءت النفس تتبع ولا تخالفي الخضر والدحر بيد راغبا السير على أهل الرغائغ واللطائف وصلى الله ربي ثم سلم على نبي يحل من كل كرب الخضر والبحر بيد راغبا السير على أهل الرغائغ واللطائف وصلى الله ربي ثم سلم على نبي يحل من كل كرب